السلام عليكم. نحن اليوم تاريخ 3/10/2022. ولد بعد 5 بنات بعد انتظار 13 سنة في برنامج أطفال أنابيب تحديد جنس الجنين سلامة الجنين لجهاد الشاب الجميل لأخواته الجميلات للعائلة المحترمة. وباكلهم كل قلبنا. إذا برنامج تحديد جنس الجنين وسلامة الجنين إجا شاب جميل لعائلة محترمة باكلهم كل قلبنا. إذا بعد 5 بنات هاي فرحة كبيرة في البيت. يعني أنا مش متصور فرحة خواته قديش بتكون فيه كبيرة. إن شاء الله يا رب الله يعطيه الصحة والعز ويظل واقف مع أهله وخواته ويكون سند لهم طول العمر. فرحانين كبير كبير. فرحتنا بتعبي الدنيا. ببارك لهم كل قلبنا. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحميهم ويبارك لهم لأهله. إحنا اليوم تاريخ 3/10/2022. هذا بالنسبة لنا كمان يوم من أيامنا الحلوة. وإن شاء الله يا رب تتكرر كل يوم هاي الأيام. حنورجي جزء من حالاتنا عشان نحكي للناس إن الأمل موجود. بعد 5 بنات ما فقدوا الأمل. استمروا ونجحنا. ومن المحاولة الأولى في برنامج أطفال وتحديد جنس الجنين إجا هذا الشاب. أنا ما أتصورش قديش فرحتي. أنا شاعر في هذول العائلة كثير. بتمنى الخير لكل الناس. وأقول لكل الناس برنامج تحديد جنس الجنين هذا بده صبر لكن نجاح فيه عالي. وإحنا قدرنا نحقق كثير من هاي النجاحات. نحب نبشر الناس ونعطيهم أمل كل يوم. نحكي عن هاي الحالات الحلوة. وما شاء الله بشكر فريق العمل كامل في وحدة إخصاب الوراثة مستشفى الشمساني. بشكر دكتورة لارا اللي هي الجندي المجهول دائما وراء لارا اللي هي دائما ليل نهار بتتعب وبتشقى. ما مش راضيين نحكي اسمها. يا رب الفرحة تعمل لكل الناس. اليوم احنا في وحدة الخداج مستشفى الشمساني بعد نتاج وعمل عظيم من وحدة الإخصاب مستشفى الشمساني في برنامج تحديد جنس الجنين. تاريخ 3/10 تاريخ كبير لهذه العيلة وكبير لنا كمان. مع السلامة.